يبدأ بمجموعة من أهل الجزيرة بيصطادوا نمر، وبينط عليهم النمر وبيلاقوا ثعبان جاي عليهم ضخم وبيجري، وبيمسكوا الثعبان وبيقدر يهرب منه الثعبان وبيرميه في المية وبيخلص عليه. وبيكون مجموعة عايزة تصفي شركة أدوية وبيوريهم نبات، وإن النبات بيقدر يطول عمر البشر ويرجعوا شباب، وفي الآخر بيوافقوا عليه لأنه ده مشروع يحقق ربح كبير. ودي أنا، وبيسألها عن المركبة وبتقول له مفيش مركبة. وبتيجي هنا وبتقول لهم مفيش مراكب استئجار غير بعد موسم الأمطار، وبتقول لهم إن في قبطان محلي اسمه جين سون هيوافق لو خد سعره كويس. وبيروحوا مالها وبيسألوا على جين سون وبيعرض عليه 25,000، وبيطلع الراجل ده مش هو القبطان، وبينده لهم على القبطان وبيقول لهم القبطان لو أنا اللي هسوق المركبة هاخد 50,000 بس، ويوافقوا. وبتمشي المركبة وأنا بتشوف الحمام شكله قذر، وبتروح غرفة هانا وبترمي متعلق قطها بره وبينط عليها قرد وبتتخض منه. وبالليل القرد بيحاول يقطف فاكهة لكنه بيتعلق والمركبة بتسيبه وبتمشي، وبيحاول يحصلها وبيلاقي حاجة بتجري وراه وبيكون ثعبان وبيهرب منه. وفي الصبح القبطان جين بيدور على القرد ومش بيلاقيه، وأنا هي وبتتصل بتقع من المركبة وبتكون متعورة وبتنزل دم، وبيطلع لها تمساح وجين بينزل عشان ينقذها، وبتخرج أنا وجين بيضرب التمساح وبيقدر يخلص على التمساح، وبيرجع القرد مفزوع في اليوم الثالث. والمركبة بتعطل وبيكون شلال مية والمحرك بيعطل وبيقع من فوق شلال المركبة وبتغرق، وبيقدروا يخرجوا من المية وبيتصل بصديقه عشان يجي بمركبته، وبيدخلوا الغابة وبيمشوا في المية وهم ماشيين القرد بيكون شايف الثعبان حواليه، وبعدها بيختفي بين في المية وبيأكلوا التعبان وبيهربوا منه. وكول بيكون مرتبك جدا، جين بيلغي الرحلة الاستكشافية وكول بيكون في ظهره ديدان وبيكون مليان ديدان، ورئيسهم لسه هيلبس الجزمة وينخ بيمنعه من لبسها عشان في عنكبوت سام، وبياخد العنكبوت سام. والمركبة اللي جاية ليهم الثعبان بيخلص على صاحبها وبتنفجر، وبياخدوا اي حاجة تنفعهم من المركبة. وينغو بيقول لهم لو وصلوا القبيلة ممكن ياخدوا منها مركبة، وهم ماشيين بيلاقوا جثة، وبيقول لهم ان الثعبان لو حس بهجوم بيرجع اللي كله، وبيقول لهم الليل هيليل لازم يكملوا مشي، وبيلاقوا مقبرة بشر وبيلاقوا تعبان بالع واحد ميت. وبيقرر جين يعمل قارب وبيعرف سام ان الانكودة بتقدر تنمو بشكل كبير بسبب النبات، وانا بتكون معترضة على اللي بيعمله سام، وكلهم معترضين انهم يرجعوا، بيقولوا لي ان هو السبب انهم يعدوا من طريق كله مخاطر. وبيكملوا عميل المركبة ويليام بيلاقي سلاح وهاتف، وبيجي سام يحاول يقنع ويليام لكن مش بيوافق، وبيسممه بالعنكبوت. وهانا بتحس ان في حاجة وبتلاقي العطة فوليوم، والثعبان بيجي ياكله وجين بيحرق المكان وسام بيهرب بالقارب. وهانا بتقول لهم على خطة يلاقوا النبات وبعدها القارب والقرية، وسام بيتصل بالدعم وبيقول لهم ان الفريق كله مات. وهم ماشيين بيوقعوا في حفرة، وكول بيكون خايف وبيدور عليهم وبيكون تايه، وبيلاقي يونغ وبيكون يونغ تايه كمان، وبيوقع في حفرة مية وبياكلوا التعبان. وجين بيعرف ان يونغ مات، وكول بيحاول يهرب من التعبان وبيخرجوه، وهانا بتقطع راس التعبان. وبيجي تعبان تاني بياخد كول من شنطته، وجين بيروح يدور على كول بيلاقوا التعبان هياكله، وجين بيضربه في راسه بالسكينة. وسام بيوصل وبيكمل مشي وبيلاقي النبات، وهم بيوصلوا بيشوفوه بيروحوا ياخدوا القارب. وهنا بتعرف ان هو اللي قتل ويليام، وبيجي يهددهم بالسلاح وبيضرب جين بالنار وبيخليهم يجيبوا النبات، وبيكونوا وسط التعابين وبيخليها تعدي وسط التعابين عشان تجيب النبات. وهي راجعة بيكون الجسر هيوقع، وبيتخانق مع جين وبيقدر يسيطر على جين لكن بينزل يجيب النبات. وهنا بتعدي وسام بيعضه عنكبوت، وبيقع سام وهنا بتتعلق وبتقع وسطيهم، وسام بتاكله التعابين وبتغرج هانا وبترمي انا جركن البنزين، وكول بيضربه بالمسدس وبيدمر عشهم، وبيكونوا اخذوا الزهرة ومروحين. وبكده انتهى فيلمنا النهارده. ما تنسوش تدعمكم لنا بلايك واشتراك. سلام.